حتى يعني حريه، واحده من الاشتراطات الاساسيه يعني على الاقل في من شروط تهيئه المناخ، الغاء حاله الطوارئ التي اعلنها الفريق البرهان بان انقلابه في 25 اكتوبر، وكذلك يعني عدم اطلاق الحريات. ما زالت هنالك يعني تكميم للافواه، ما زال هنالك عدم رغبه للنظام من اجل انه تبسط هذه الحريات للجميع، تداهم الدور، يعني يعتقل الذين يعني يتحدثون هنا وهناك، ما زال التعامل العنيف مع المظاهرات. يعني مرت يعني 3 اعوام على مجزرة القيادة العامة، ذلك الحادث الذي يعني ما زلنا يعني ما زالت آلامه موجودة في نفوس السودانيين. تخرج المظاهرات أو المواقف في هذه الذكرى، وما زالت القوات العسكرية موجودة في الشارع تمنع وتعتقل وتغلق الطرقات وما إلى ذلك. بالتالي هو يعني ما يعرقل الوصول إلى 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 اتفاق أو إلى إلى اختراق في هذا الجدار الذي يقف أمامنا الآن، هو عدم الرغبة الأكيدة لدى السلطات الحاكمة في السودان من أن تتنازل عن السلطة، وهي يعني انقلبت على السلطة ولا تود يعني أن تتخلى عنها. واحدة من الاشتراطات الأساسية الموجودة الآن التي لا يمكن أن تتراجع عنها كافة الأطراف التي تقف ضد هذا النظام، بأن يكون الفترة المقبلة يتنازل العسكر تماما عن ممارسة العمل السياسي، وأن تكون الحكومة في كافة مكوناتها مدنية 100%.